تجني الفلوس وحنا هما الضحية. الحالة هي هي الوزارة تجني الفلوس هي هي عياط قريب عياط ضحي والحالة هي هي والدكتور معطل ولا سلام لا هدنا ولا سلام. ست المناطق التحويلية التي تضرب بالقوانين الوطنية. يوسف بليطو عضو المكتب يعني الاتحاد الوطني لدكاترة المعطلين. هذه الوقفة كما قلنا تأتي يعني كردة فعل نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش الذي يتعرض له يعني الدكاترة المعطلين خيرة هذا البلد من اللامبالاة وتهميشهم رغم يعني مراسلة يعني الهيئات من القطاعات الوزارية والهيئات الحقوقية والسياسية أكثر من مرة من اجل طلب حوار ويعني ان نبحث عن حلول جدية. رشيدة بوشتا عضو المكتب الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب باحثة حاصلة على الدكتوراه في علم الاجتماع. حضورنا اليوم هو تنديد لهذه السياسات الإقصائية اللي كتنهجها وزارة التعليم العالي وأيضا الحكومة اللي جات منذ 2015 مع يعني بداية تولي الحكومة العدالة والتنمية للحكم إقصاء الموظفين أو إقصاء الدكاترة الغير موظفين والاكتفاء بتوظيف الموظفين من خلال المناصب التحويلية وهو ضرب بين وحقيقي وخطير لمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ يعني التشغيل والحق في التشغيل العمومي لكافة المعطلين. المسؤولية يتحملها الجميع ابتداء من رئاسة الحكومة وصولا إلى وزارة التعليم العالي وكذا النقابات الأكثر تمثيلية. تخصيص مناصب فقط الموظفين وإقصاء الدكاترة المعطلين الجدود، وهذا هذا 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 الإجراء هو إجراء غير قانوني غير دستوري، لأن القانون المادة 12 من الدستور المادة 31 32 33 تموس على المساواة، وهذا الخرق القانوني ولا الخرق القانوني ولا الدستوري. نحن نطالب بالرفع الحي ونطالب نظرا لتراكم أعداد كبيرة من الدكاترة طيلة هذه الفترة، نطالب بالإدماج والانتداب في المؤسسات العمومية ومراكز البحث والجامعات من أجل بطبيعة الحال المساهمة، ونحن نعتبر أنفسنا جند مجند أنا وراء جلالة الملك نصر الله من أجل المساهمة في المشاريع الاستراتيجية وفي النموذج التكنولوجي وفي كل ما بإمكاننا أن نساهم، لأننا لدينا قدرة، لأن الدكاترة المعطلين لهم ملفة علمية مهمة ومشاركة يعني حمولة علمية إلى غير ذلك من شأنها أن تساهم في تنمية الوطن ديالنا. والسلام عليكم. هل هناك مواعيد نضالية؟ بطبيعة الحال لأن الاتحاد الوطني مهما لم يتم الاستجابة للمطلب دياله ولم يتم فتح حوار، نحن لازلنا في يعني استمرار من أجل التعريف بقضيتنا والمطالبة برفع هذا الحيف وهذا الإجراء الغير القانوني.